يقول هذه قصة ذكرها لنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين، أو ليست قصة، مسألة ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى، وهي في القتل العمد، في القتل العمد والعفو. يقول أذكر كنا جالسين مرة عند الشيخ رحمه الله تعالى فقال لنا، قال في الدرس طبعا، فقال لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فما حكمه؟ قلنا يقتل. قال صحيح. قال هذا القاتل ذهب إلى أولياء الدم وأعطاهم من المال ما يحبون، قال أدفع الدية وزيادة على الدية لكن على أن تسامحوني، فقبلوا، قالوا نسامحك. فما يفعل القاضي هنا؟ قلنا القاضي يلزمه أن يقبل، لا يقتل هنا، لأن أولياء الدم هم أصحاب الحق وهم عفوا فهذا من حقهم. فقال لنا أصبتم. طيب لو أن هذا القاتل مرة ثانية قتل شخصا آخر فما حكمه؟ قلنا عمدا. قال عمدا. قلنا يقتل. قال صحيح. لو أنه ذهب إلى أولياء المقتول الثاني وأيضا أغراهم بالمال وكذا على أن يسامحوه فسامحوه، فماذا يكون فعل القاضي؟ قلنا ليس له شيء، لأن هذا حق لأولياء الدم وتنازلوا عنه. قال لا، ليس للقاضي أن يسامحنا. قلنا كيف؟ قال القاضي يقتله. قلنا بأي حق؟ قال هذا من المفسدين في الأرض، يعامله على أنه من المفسدين في الأرض وليس على أنه قتل نفسا فتنازل أهله المقتول، وإنما هذا مفسد في الأرض، لأن هذا تعود على هذا الأمر، يقتل ثم يدفع الأموال، ثم يقتل ثم يدفع الأموال. فقال القاضي هنا يقتله على أنه مفسد في الأرض. والله أعلم. طيب.